طيب نروح لمصلحة الضرائب اللي بتلزم الممولين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية من أول فبراير. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أعلنت صدور قرار بإلزام الممول بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية بدءا من أول فبراير. القرار نشر في الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على فيسبوك زي ما هو أمام حضراتكم، وإن إصدار فواتير ضريبية إلكترونية سيكون على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي. الأستاذ محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، مساء الخير يا فندم. مساء النور، كل صحتك طيب وشعب الكنيسة ومصر كله. وحضرتك بألف خير. أستاذ محمد، يعني إيه الكلام ده؟ عشان بس البيانات الرسمية بتبقى مليانة كلام أنا شخصيا ما بفهموش يعني. أنا ما سمعتش الحقيقة، أنا لسه داخل. يعني دلوقتي البيان الخاص بإلزام الممولين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية من أول فبراير. والبيان بيقول سيكون على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي. يعني ده أنا لما أروح أشتري حاجة دي تلزم المحل ولا تلزمني أنا؟ طيب خلينا بس نتفق أن ده أولا توجه رئاسي من حوالي 3 سنين، كان السيد رئيس الجمهورية طبعا يعني وجه بأن تتحول الدولة المصرية للميكانة، يعني يبقى كل شيء. طب أنا هستأذن حضرتك بس لأن وقت المداخلة عندي 3 دقايق، فيعني الحاجات القديمة حضرتك خليك واثق أن احنا يعني قتلناها بحثا في البرنامج، خلينا في الجديد. الممول الملزم بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية من هو؟ فيش إلزام على المستهلك. ماشي، ما أنا بقول لحضرتك مين الممول أهو؟ ما أنا بقول لحضرتك الممول هو مؤدي الخدمة أو بائع السلع النهائي. حلو قوي، يعني يشتري بوتاجاز، نشتري تلاجة، نشتري لابتوب، يبقى البايع هو اللي يطلع فاتورة ضريبية وإلكترونية، صح؟ لا بس يعني عشان بس نفصل، الفاتورة هي بين شركة وشركة، التعامل مع المستهلك بإيصال مش بفاتورة، يعني الإيصال ده بيصدر للمستهلك النهائي. مع ان البيان ما فيهوش كلمه طيب الخدمات المؤداه دي بقى معناها انه يبقى في ايصال ضريبي الكتروني عند الدكتور وعند المحامي والحاجات دي بالظبط، يعني كل المهن اللي بتتعامل مع يعني الاشخاص المعنويين بشكل مباشر يصدر له ايصال بقيمه المعامله بيتضمن الضريبه وفي كل التفاصيل العمليه يعني. طيب اخيرا بقى اسال سعادتك كرئيس للجنه الضرائب باتحاد الصناعات المصريه، كم في الميه لغايه دلوقتي قدرنا نوصل في تعامل اتحاد الصناعات سواء شركات وشركات او شركات وافراد بملتزمين بهذه الفواتير والايصالات الضريبيه الالكترونيه؟ 100%. احنا في لجنه الضرائب بنعمل ندوات يعني تقريبا يعني وعينا المجتمع الضريبي كله لان هو له مصلحتي هذا، وخلي بالك في تجريب لهذا الامر. طبعا ما يقدرش يبيع من غير ما يصدر فاتوره الكترونيه طبقا للنظام المعمول به في الجمهوريه كلها. انتوا في اتحاد الصناعات طبعا معنيين بعلاقه الشركات ببعض، مش الافراد مش داخلين فيها. لا ما هو ممكن المصنع يكون عنده اصلا بيع مباشر للناس، وممكن التعامل زي ما قلت لحضرتك هو في نوعين من التعامل، انك بتتعامل مع شركه او مع جهه بتتعامل بفاتوره الكترونيه، لو بتتعامل مع مستهلك بالايصال الالكتروني. طب يعني حضرتك عايز تقول نفس الجهه بتصدر الاثنين يعني بتصدر. تمام يا فندم، حضرتك عايز تقول لي انه الشركات اللي بتتعامل مع المواطنين الافراد بنسبه 100% بتطلع ايصال الكتروني ضريبي؟ هو لم يعني هو لحد دلوقتي كان اختياري وكان مراحل التطبيق التجريبيه، لكن النهارده خلاص بقى الزامي بقى بالظبط، وهيبقى في تجريم للي مش هيلتزم. طبعا ده قانون ولابد تبقى الدوله حاضره، ويبقى طبعا في اراده لدى الدوله في طبعا يا فندم. طبعا لان ده بيمنع اي تفاوت في الاسعار او تلاعب. او بشكرك جدا يا فندم استاذ محمد الباقي. شكرا لحضرتك كل سنه مره ثانيه يا فندم، وحضرتك بالف خير يا رب عليك وعلى مصر كلها. شكرا جزيلا استاذ محمد الباقي رئيس لجنه الضرائب باتحاد الصناعات. وطبعا حضرتك لما يكون معاك فاتوره او ايصال ضريبي الكتروني ان انت اشتريت الحاجه دي، لا يقدر يقول لك مش بتاعتي ولا ما اشتريتهاش من الفرع ده ولا مش هصلحها ولا الضمان لا يسري ولا ما فيش كلام ده. يعني برضو خد بالك، فاكرين الحمله بتاعت يا راجل يا متفوتر دي؟ فاكرين دي كده؟
كانت حملة قديمة يعني، كان بتدعو الحلاق والدكتور والمحامي وكل مقدمين الخدمة، كل مقدمين الخدمة. طبعا نتمنى انه ده يبقى كده، لكن الحقيقة انا على حد يعني علمي المتواضع ان انا لما بروح اشتري مثلا قطعة ملابس، لو طلبت فاتورة ضريبية بيروح حاطط لي هو بقى عليها 10% زيادة، يعني ده ب 4000 حط لك 4400 لو انت عايز فاتورة، ان هو طبعا عنده مساحة انه يبيع من وراء الضرائب. وده اللي نتمنى ان هو يتوقف تماما، الذكاء اللي اشرت بيه ونسبته للمواطن المصري، اتمنى الفترة القادمة ما يستخدمش في الفهلوة للكسب من وراء الدولة.